السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مصر لا يمكن في 24 ساعة يعدوا كده بدون ما تشوف أخبار من مصر توريك إن إحنا في جمهورية ما بعد كوريا الشمالية. ما بعد كوريا الشمالية. إعلام بقى مهرتل، قضاء مهرتل، نيابة مهرتلة، كل حاجة مهرتلة. منة شلبي اللي قبض عليها من 3 أيام خرجت وقال لك ده طلع اللبان بيطرقع، أي حاجة أي حاجة في الهبل يعني. رغم ان في محاميه اتكلمت ان في سيده اتاخدت من قدام القصر العيني ومعاها دواء القلب اتحبست 31 يوم. في فيديو المحاميه، ارجوكوا سرشوا على الفيسبوك هتلاقوا فيديو المحاميه ده، سيده اتقبض عليها بسبب برشام، اتحبست 31 يوم بتهمه ان هي بتتعاطى. انما الفنانه شيرين عبد الوهاب والفنانه منى شلبي في مصر لا، ده ما يحصلش. المهم مش ده موضوع تسجيل الحلقه النهارده. انا موضوع تسجيل الحلقه النهارده لثلاث اخبار فقط لا غير في جمهوريه الموز، جمهوريه ما بعد كوريا الشماليه، جمهوريه عبد الفتاح السيسي، الجمهوريه الجديده في مصر العظيمه واللطيفه والحلوه الجميله قوي، والانجازات اللي بنشوفها بتحصل. الخبر الاول كان لدار الافتاء. قالت لك انت على فكره دار الافتاء دلوقتي بقت عادي يعني، الربا اتصفاني معاها ما فيش فيه مشكله يعني، رغم ان الربا سبحان الله تعالى الذنب الوحيد الذي ذكر في القران عقابه، ذكر في القران عقابه. المهم قال لك العادي انك تقدر تاخد فلوس من البنوك بفوائد او تدي فلوسك للبنك بفوائد عادي. دار الافتاء المصريه الملكيه بتحلل ما حرم الله عز وجل وما عندهاش اي مشكله في ده. ومن ضمن الحاجات قالت لك تقدر تشتري سياره، يعني السياره ما تروح تشتريها من البنك يا جماعه، سعر السياره الكاش بتعمل لها 100,000 200,000 300,000، تروح تشتريها من البنك قسط بقت ب 600,000 500,000، فالفرق اللي هو الضعف ده قال لك دار الافتاء ده حلال. طبعا الخبر اللطيف اللي انتم شايفينه ده رواه ابن ابي غبور وصححه منصور لشفرليه. اي حاجه، احنا في مصر كل شيء فدخ، العسكر فدغوا، فدغوا دي يعني عجنوا عجنوا في مصر. مش عارف الفدغ دي من اللغه العربيه ولا لا، بس انا حسيت ان هو تعبير ينفع يتقال يعني. عسكر عجن كل حاجه، لا خلى القضاء له قيمه ولا ما شفنا في منى شلبي، ولا خلى الازهر له قيمه، ولا دار الافتاء لها قيمه، ولا اي. شوف انتوا مفتي الجمهوريه من 10 15 سنه ما كنا بنقعد كده قدام التلفزيون وننتظر سياده مفتي الجمهوريه العلامه علشان يقول لنا استطلاع شهر رمضان. دلوقتي بقى عادي، بقى بنقول عليه المفتي المعرض اللي بيروح ورا مصنع الكراسي كل يوم على صدري، واي حاجه اي حاجه. ده كان الخبر الاول من دار الافتاء المصريه. الخبر الثاني كان لعمرو اديب. انت طبعا عارف ان السيسي عنده عقده كبيره جدا من فكره ان المصريين 100 مليون واخواله في اسرائيل 10 وشويه يعني، فهو زعلان من الحته دي. واسرائيل فاهمه طبعا فهم شديد جدا ان فكره الزياده السكانيه في مصر سياتي يوم من الايام هيكون لها يعني الصدى الاكبر على اسرائيل. حتى ان في بنت اثناء موضوع الشيخ جراح في القدس المحتله، في بنت خرجت اتكلمت وقالت في يوم من الايام ال 100 مليون دول هيجوا اسرائيل، هيجوا فلسطين هنا اراضينا العربيه المحتله. المهم يعني مش دي قصتنا، لكن القصه في الخبر اللي عمرو اديب قال لك شوف تعامله مع الشعب عامل ازاي؟ شايف الشعب مصر عباره عن زريبه كبيره، هو ده تعبير عمرو اديب قال لك بتظرف، الناس بتظرف. انا اسف، ايه معنى كلمه بتظرف؟ كان يعني واحده ست من السيدات الفضليات المحترمات المصريات بتظرف لما تروح تولد، عمرو اديب بيقول عنها بتظرف؟ يعني مش هضرب لك في السيدات، لميس لما خلفت لك عمرو واحد واثنين ظرفت؟ السيده انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه ظرفت؟ كانت ظرفت محمود وظرفت حسن وظرفت ايه؟ كان بتظرف؟ ومصطفى ظرفت؟ سبحان الله، بس دول ظرفتهم كلهم في المخابرات، ما تعرفش ازاي يعني كلهم في المخابرات ومش عارف. المهم يعني والرقابه الاداريه ظرفت؟ كان بتظرف؟ قال لك بتظرف. تشبيه يوريك قد ايه سواء السيسي او نظامه واعلامه شايف الشعب المصري، تشبيه يوريك قد ايه بينظروا للست المصريه بتظرف. ست بتكون اكتر من نص المجتمع المصري، سيدات فضليات، اختي وامي وبنتي واختك وامك وبنتك، بيقول عنهم بتظرف، ظرفنا، بدل ما اقول بتلد لا ظرفنا بتظرف. هتقولي شعب يعني بالله، شعب واحد كل يوم بيتمسح بكرامته الارض بالشكل ده، شعب يعني. بص انا مش عايز منك تجيب لي 50، ده شعب يا اخي. قريه نائيه في اي بلد، في كوالالمبور قريه نائيه، في موزمبيق قريه نائيه، في جزر البهاء بيتعاملوا الناس بالشكل ده، مفيش غير في مصر فقط لا غير. الخبر الثالث كان من الفنانه داليا مصطفى.
الست دي برضه متجوزه فنان بس انا مش فاكر اسمه يعني، بس جوزها فنان يعني. فكانت بتتكلم عن ان المدرسين بياخدوا 900 جنيه و700 جنيه في الحصه الواحده للكيمياء، ده مبلغ كبير جدا وطبعا يعني مرفوض تمام. السيد المحترم، الاخت المحترمه اللي بيشاهدونا، قبل ما تهاجمني انا هسال سؤال، سؤال بسيط جدا جدا بسيط. ال 700 جنيه كتير صح في حصه، و800 جنيه كتير في حصه، بس انا شايفهم مش كتير على الفنانه داليا مصطفى، ولا على السيد جوزها، ولا على محمد رمضان، ولا على الناس دي كلها الفنانين دول. فيها ايه لما المدرس اللي بيطلع المهندس، واللي بيطلع الضابط، واللي بيطلع الدكتور، واللي بيطلع المحامي، واللي بيطلع اجيال، ياخد لحظه من التورته اللي انتوا بتاخدوها يا سياده يا فنانه يا نجمه، ياخد لحظه. انتوا بتاخدوا 5 6 مليون جنيه في عمل فني ملوش ريحه لازمه. يعني انا داليا مصطفى دي اقسم بالله ما افتكر لها اخر عمل مسلسل عملته كان الغرباوي من 20 سنه مع محمود ياسين، بعد كده ما ولا حتى بيتابع حد ولا حد بيشوفه. ليه بقى؟ هو ده الفن بتاعكم، فن ملوش لازمه ولا فن هادف ولا فن. طب حتى ورغم ان احنا بنرفض ان المدرس بياخده، الا ان في الاخر المدرس بياخد مبلغ كبير نظير ان بيطلع اجيال. انتوا بتطلعوا ايه بقى؟ انتوا بتطلعوا ايه يا فنانه يا نجمه؟ انتوا ايه هو المنتج اللي بتطلعوه لينا؟ غير العينات اللي شفناها زي محمد رمضان وزي شغل بلطجه الشوارع دي، هو ده اللي احنا شفناه. فانتوا ايه الرساله اللي بتأدوها؟ انما المدرس رغم ان انا برفض ان ده رقم كبير جدا يدفعه الناس البسيط، انما على فنانه زي داليا مصطفى وجوزها فنان وكل سنه يعملوا في عملين فنيين ولا ثلاثه، لا طبعا عادي جدا. انتوا مفترض ان المدرس ياخد منكم 3000 جنيه في الحصه، على الاقل هو بيأدي رساله. بيأدي رساله، والرساله غاليه مش مشكله، انما انتوا بتأدوا رساله اللا شيء، رساله البزراميط بملايين، بتاخدوا ملايين. فهو فكره اللي هو حتى بص، بالمناسبه المدرس ده بياخد راتب كام؟ 3000 4000 5000 جنيه؟ اجدع مدرس فيك يا مصر في مدرسه حكوميه ما بياخدش 5000 جنيه 6000 جنيه، ولا تقريبا مدير المدرسه بياخده ما اعرفش، المهم ما بياخدهمش. ومع انه بيعلم اجيال، بيطلع الدكتور والمهندس والضابط ومش عارف والمحامي وكل الفئات التعليميه اللي بتشوفها في المجتمع بتطلع من تحت ايد المدرس، وبياخد راتب قليل، فطبيعي يروح يحسن دخله بمبالغ مهوله زي ما انتم بتقولوا 900 جنيه في الحصه، بس في الاخر بيطلع اجيال. يعني بياخد مني كتير فلوس بس بيطلع اجيال، انما انتوا يا فندم بتاخدوا فلوس كتير جدا جدا ما بتطلعوش لنا غير كل ما هو سيء، ما بتطلعوش لنا غير كل ما هو يرفضه المجتمع المصري. شفتوا الفرق ما بينكم بقى وبين المدرس؟ لا، المدرس ياخد وحلال عليه 900 جنيه وياخد 9000 جنيه بس منكم، مش من الناس البسيطه الكادحه، الطبقه الكادحه في مصر. وهي دي مصر في ثلاث اخبار، خبر بتاع الافتاء او بالسين الافساء، وخبر عمرو اديب قال لك الناس بتظرف، وخبر الفنانه والنجمه المصريه داليا مصطفى. ثلاث اخبار يوريك الوضع في مصر ووضع المصريين رايح فين مع عبد الفتاح السيسي والجمهوريه الجديده ودوله الانجازات في مصر. سلام عليكم.